أجار. أنا قاعد أجار وطبيب، والله البارحة 85 علب بس العجوية وقطرات ما لعهن. زين المية وين نخليهن؟ المية للسحب للأجار. زين فأرجو من رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني يباوع على الناس المتقاعدين. المتقاعد ما عنده غير بس رحمة الله. زين فالمية المن تعطيها؟ أنا خدمتي 30 سنة بنقل البري، سايق بنقل البري، قطعة قاع على أسناد يعطوني للمتقاعدين. فراجعت المتقاعدين قالوا عني 2013 مشمول بالقاع، 2002 ما مشمول. بويا أنا مو عراقي، أنا مو عراقي، ما مشمولية 2002 ما مشمولين المتقاعدين، 2013 هذا لهم قاع. أدري إحنا نشتغل كنا ويا صدام، لو اشتغلنا بالدولة، اشتغلنا بالدولة 30 سنة أنا بنقل بري سايق تريلا. فهذه مو انصاف، يعني مال 100 ترى يعني ما تكفي العجوية، ما تكفي. فإحنا ردناها 750 عني، ونعم الله عليكم جزاكم ألف خير. 750 سووا المتقاعد على السناد. إحنا الوزير رئيس وزراء إن شاء الله إحنا ما يخطبنا المتقاعدين، إن شاء الله يقول الشهر الواحد نسويكم 750. عنا 750 نعمة من الله، على الأقل ندفع مولدة، ندفع أدوية، وأنعم الله عليكم جزاكم ألف خير. قطع القاع رحت عني، أنا راجعت رحت للأمانة في بغداد الكانة، فما قالوا 2002 ما مشمول. أنا مو عراقي، ما مشمول ليه؟ 2002 الصالح تقاعد ما مشمول، 2013 مشمول. احنا كنا نشتغل ويا صدام، احنا خدمنا الدولة. انا مو عراقي، وشوف سويت لهوشه انا هناك بالدائرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، صباح الخير قناة المتقاعدين. المتقاعد العراقي مظلوم لحد الآن، الدولة لم يكن اهتمامها كبير بهذه الشريحة الواسعة من المتقاعدين. المتقاعد في بعض الدول حقيقة راتب المتقاعد في بعض الدول أعلى من راتب الموظف في بعض الدول، وليس الدول العربية، دول يعني متحضرة. لابد أن تكون الاهتمامات جيدة، والاهتمامات تراعي حقوق المتقاعد، حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية. المتقاعد عندما يتقاعد وعمره 63 يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى خدمات أخرى. على الدولة الاهتمام، على وزارة المالية، على الوزراء تشريع قوانين من أجل رفع معاناة المتقاعد، زيادة بالرواتب الكلية، حقيقة تخصيصات مالية إضافية للمتقاعدين حتى يتمكن من استمرار بهذه الحياة الصعبة المتعبة. أخوكم داود العقابي على وجه التقاعد. السلام عليكم، الله يحفظكم ويرعاكم ويطول وقتكم. وياكم حسين جابر الخفاجي من الناصرية من قضاء الغراف. عندي شكوى انا على قضاء الغراف، عطونا قطعة بال 2016 كل فراز ما بيها. زين انت تنطي بال 2016 قطعة ارض يا المحافظة الناصرية يا مدير بلدية الغراف، غير تكون اكو فراز بيها. انا عندي 5 جهال وبيت صغير يدرون بيها جماعة من الناصرية، عندي فراز انت منطيتني قطعة بال 2016 لحد 2023 راح تطب بال 24، يقول لي والله فراز ماكو. زين اشتكيت بوزاره البلديه ما سووا شيء، اشتكيت بمحافظه الناصريه ما سووا لي شيء. زين اي فراز يا معودين انت تطلقون قطعه وبها طابو، زين غير تكون فراز موجوده فراسية. واهي مشاشتي واشكركم واشكركم مناشدتي هاي، انا شكوتي على الناصريه، على المحافظه مال الناصريه شكوتي. يطل قطعه بس ماكو فراز. قضاء الغراف من 2016 استلمتها لحد 2024 راح تطب 24، يقول لي والله فراز ماكو، طابوا باسمية بس فراز ماكو. زين ذا انطتني اياها، زين وماكو كل فراز ماكو، وقلنا الله شاهد ورسوله. زين لولا مشكورين جزاكم خير. التلو اي والله ذا يشوف 0780 4912771.
هذا رقم تليفوني، قضاء الغراف، كل فراز ما عدنا بالغراف، والله العظيم والله العظيم من 2016 ال 24 راح الطبيه، ال 24 سنه ال 24 كل فراز قطع اراضي ماكو. زين انا انت سبانه بالتربيه وكل استلمته وكل فراز ماكو. زين المشكورين جزاك الشكر والله يحفظكم ويستركم والله يديكم. السلام عليكم، تحية للشعب العراقي ولا قناتكم الموقرة. أتكلم عن الزيادة المخزية في زيادة رواتب المتقاعدين. رئيس الوزراء أول ما أجى قال الراتبة 500 راح أسوي 800,000. اللي شفناه اليوم بنستلموا رواتب المتقاعدين من 500 راتب صارت 600، يعني زيادة فقط 100,000. وين وعودك للمتقاعدين يا رئيس الوزراء؟ وعودك إنه زيدهم فقط 100,000؟ الميتلف هاي يلا تكفي يلا يطوها لابو المولدة، ما تكفي انه سد احتياجاتهم. انت اليوم المتقاعد اذا قاعد لايجار ب 400-500 شو تكفي هاي؟ شو تكفي اذا عنده طلاب، اذا عنده كليات، اذا عنده وراء مصاريف؟ هاي ما تكفي هاي اولا. ثانيا قدروا ميزانية العراق لسنة 2023 180 مليار دولار، ما تم صرفه خلال سنة 23 قدروا ب 80 مليار دولار، اللي بقى منها 100 مليار دولار فائض راحوا على المحافظ البنك المركزي قال هاي ما وصلت نهاية، راحوا على وزارة المالية قال هاي وين ما وصلت نهاية ال 100 مليار. أريد أسأل أنت يا رئيس الوزراء اللي أعلى سلطة بالبلد، وين راحت هاي ال 100 مليار؟ بجيب من راحت؟ من خمطن هذني؟ أنت اليوم رئيس وزراء إذا من تطلع وزيرة المالية تقول ما وصلتني، وهاي البنك المركزي ما وصلتني، أطلع استطلاع شوف وين راحت هال 100 مليار؟ وانا اشكرك. السلام عليكم ورحمه الله. احنا جرح القوات الامنيه المتقاعدين، احنا عندنا حق بهذا البلد. قالوا لنا لكم قطع اراضي، قدمنا وين؟ قالوا بغداد معك، يعطونا اطراف بغداد، قدمنا على واسط. فنطلب من محافظ واسط محمد جميل مياحي تسهيل الامر بقطع الاراضي لذوي الشهداء والجرحى. يعني مو بس وعود، قالوا لك قطعه ارض حقه هذا. ايه جريح ومضحي وغصبا على اكبر واحد. طالب من رئيس الوزراء يتصل محمد جميل محافظ واسط ويعني يسهل امر للشهداء والجرحى بخصوص قطع الاراضي، مو يتلفنا بالبكان تعبان، لا احنا نستاهل. وشكرا. طبعا المتقاعد بعد أن يوظف كل عمره في خدمة دائرته ووطنه بعد مرور 40 سنة، هنا المتقاعد يجب أن يكون مدلل، يجب أن يكون مشمول بالضمان الاجتماعي، يجب أن الدولة تهتم به، يجب أن يكون الدولة تسهل له أمور السفر العلاج، ولكن كل دول العالم تقريبا هاي موجودة إلا بالعراق. يعني صار لهم 5 سنوات أو 6 سنوات يطلعون تظاهرات واعتصامات بباب مجلس النواب، ما بهيئة التقاعد، وبالتالي حصلوا على زيادة خجولة يعني اعتبروها البعض أنه 100,000 مقارنة بارتفاع السوق وحاليا والوضع اللي شو تشوف أنت يعني هاي المنصفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمتقاعدين يعني شريحة مغبونة، وبعدين كل المسؤولين بالدولة مصيرهم يصير متقاعدين، فلذلك يعني لازم انه يراعون، وخاصة الفئات اللي طلعت تقاعد خدمت وانتجت بالبلد وضحت وقدمت. احنا السيد رئيس الوزراء يعني كان من برنامجه يقلل رواتب الدرجات العليا ويصعد رواتب الدرجات الدنيا، هذا ما حصل. يعني هذا كان عليه وعد كان المفروض ينفذه. هاي الزيادة 100,000 يعني فنقول مشكورين، لكنه قليلة قليلة، لأنه لا يزال أكو طبقة تأخذ رواتب متدنية، وعلى شريحة المتقاعدين يأخذوا رواتب جدا قليلة، وأكو ناس تأخذ تقاعد كلش خيالي ورقم كبير. فكان المفروض أنه وعد رئيس الوزراء يفي بتقليل رواتب الدرجات العليا، المسؤولين الكبار تتقلل رواتبهم، وفارق السعر هذا يقدر يعالج به الرواتب القليلة. شكرا لك. هو اسئله هواي بس انت زين، نشوفك بخير ان شاء الله. شكرا للاخوان كلهم. شكرا. شكرا.